قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت. مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الأيام الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحلقة جديدة بتغطية خاصة حول محاكمة الملعون، حول بدء محاكمة الملعون والطاغية قاتل الأطفال قاتل النساء صدام حسين لعنة الله عليه. إذن ضيوفي وضيوفكم لهذه الحلقة السيد والشاعر سيد أمير الميالي، حللت أهلا ونزلت سهلا سيدنا. سيدنا الغالي ما أهلا، شكرا لك وشكرا لقناة الأيام وشكرا لبرنامج تغطية الشعر. الله يسلمك سيدنا. وشكرا للجنود اللي تلبية الدعوة حبيبي سيدي. شكرا للجنود الذي خلف الكواليس. الله يسلمك. الله يسلمك. وضيف الآخر حبيب والرائع خفيف الظل محمد الشرع. سيدنا أهلا العزيز. ومرحبا سيد حبيبي. الله يسلمك. شكرا لك وقناة الأيام والتنور كله. كل الترحيب بيك وبسيد أمير. شكرا لتلبية دعوتك. الله يعزك. إذن احنا مثل ما يقولون إن كان بينكم هاشميا فقدموه. خلنا نبدأ بالمحمد. كلنا واحد. الله يسلمك سيد. سيد يعني تدر اليوم موضوعنا موضوع الحلقة على محاكمة الطاغي. محاكمة الملعون لعنة الله عليه هدام صدام حسين لعنة الله عليه. سيد خلينا نقول احنا كجيلنا هذا الشباب صح ما لحقنا او ما شفنا شافوه اهلنا وشافوه الناس اللي قبلنا. صحيح. بس وصلتنا معلومات ووصلنا حكي، يعني خلينا ندخل نقول باختصاصك بما انت يعني بالوسط الحسيني. سيد كان عدو اللدود خدام الحسين. سيدنا صح؟ صح. سيدنا الغالي الظلم اللي عد صدام مثل المرض. والله صحيح. انتشر على جميع خدام الحسين. مرض معدي. مرض معدي. يعني هواي ناس من خدام الحسين اللي بطريق الحسين وتكتلت. صح. اللي بطريق الحسين ونوخذت وتعدمت. صح. فأنا عتبي على الشباب. صح. اللي تقول ألواء احنا على وقت صدام. هذا ما يدري، هذا الجيل الجديد. عتبي حتى على خدام الحسين اللي ينشرون هاي الوضعية واللي يطلقون هاي الوضعية. يا سيد احنا نشوف اليوم اغلب الشباب اخذت ماخذها يعني بمدح تام للطاغية لعنة الله عليه صدام. هذا يا سيد اللي يسوي شيء يغيظ اهل البيت. يغيظ الزهرة. اي والله. وحق علي. يغيظ الامام الحسين. سيد الصوج بيله خلينا نقول. اي الصوج بيله. هم ماجده. الصوج بالحليب. مو؟ اي وعلي. سيد خلينا نبدا وياك اول قصيدة. اي خادم مولاي. ولا هنا. اللي يعدم اللي يمشي لأهل البيت عفيه واللي مشبع الناس آلام خوش الفخر لا مولى الأمريكان آه. هاي حوبة الخدام. الله الله. اللي يعدم اللي يمشي لأهل البيت عفيه واللي مشبع الناس آلام خوش الفخر لا مولى الأمريكان هاي حوبة الخدام. شكوا لحسين من عنده وصدر بيه حكم مال اعدام. الله الله الله. اللي يعدم اللي يمشي لاهل البيت واللي مشبع الناس آلام الفخر لا مو للامريكان هاي حوبة الخدام. شكوا لحسين من عنده وصدر بيه حكم مال اعدام التشاني عدم الزاير صار اعدامه بنص بغداد. الله الله. بحبيب الله علت بالحسين سلام الله عليه. بحبيب الله علت واختاض وانذليت آه. اندق ويجبي لك مو يا اهل البيت. الله الله الله. بحبيب الله علت واختاض وانذليت اندق ويجبي لك مو يا اهل البيت. الحبل حوبه وضقتها بساحة الطخيت. الله الله. الحبل حوبه او ضقتها بساحة الطخيت تشاني سطر خدود الوادم سطرنا جفوف العباس. الله 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 سيد خادم اجاد. الله سيد. سيد سيدنا طبعا انت من عائله معروفه فدور لك سيد وابوك خلينا نقول استاذنا وسيدنا الف تحيه
إجلال وإكرام للسيد علي الميال، هذا الإنسان الشاعر والموالي الكبير. سيد حافظ شي لأبو كريم؟ أي خاتم في الدول عينه. بما أن بجواء الحشد وبجواء المقاتلين يقول الوالد نجد الخالدية كان عدنا قصور. شلون شلون؟ انجدوا الخالدية كان عدنا قصور، يوم اظلم سماها وغدا الماوي ثور. الله الله، السما صارت جهنم والجزيرة قبور، محاضن ويا الموت محاضن كنا مشابق مال عزاء. الله الله، يقول الكلمة تترس الديوان ما يحوج نكررها. اسمع لها يا سيد، الكلمة تترس الديوان ما يحوج نكررها، ولا يحتاج تلبس ثوب حتى الثوب يسترها. نخلة مريم علينا يا رب مروتك فرها، الريدة مدرب يطلع 9 شهور على القناص. الله الله الله. طبعا ألف شكر وألف إجلال وإكرام وتحية حب للكبير سيد علي الميال. شكرا لكم، شكرا لهذه العائله المجاهده. الله يسلمك سيد. سيد محمد عيوني، لو نقول لك محمد الشرع قبل محمد الشرع، محمد الشرع ابو جاسم بدور رحت لك. انت ابن مدينه من النجف، هاي المدينه اللي ضحت اللي جاهدت اللي صار بها معارك اللي انطت شباب اللي انطت ناس، مدينه امير المؤمنين سلام الله عليه. سلام الله عليه. سيد أرد أرجع أكرر السؤال عليك، إحنا بما أننا يعني أخذ رأيك الشخصي، شفنا هواي من الناس وخصيصاً الشباب اللي ما تفتهم شنو صدام، اللي ما عايش الظلم، اللي ما دافن واحد من أهل هيجوز وهو عدل، اللي ما قاتل أخوه، اللي ما قاطع أصبع أبوه، اللي ما مجوع أهله تمدح بيهم. سيد أني برأيك، برأيي إيه؟ أنا أضيف علي إضافة سيد أمير، بدورك سيد، إنه السبب بالأهل. صح. شلون يعني بالأهل؟ يعني أطفالهم هم ما ملحقين على زمن الطاغية. صح. تمام. ومجدوه. صح. وبقوا يمجدون، وتلاحظ اللي مجده لهم والد 2003 والتصاعد. خوش. ما ملحق، ملحق على الستوري. شايف ستورياته من يحكي بالمحكمة. هاي سيد هسه دوم لو شنو؟ والله. ملحق على ستورياته من يحكي بالمحكمة. صح. أو من يستعرض ببطولاته وهاي الأشياء. او خلينا نقول هاي طلعت هسه الموضه الجديده مال التيك توك. اي هي هاي وكذا والتصميم فتراويهم الشخصيه الظالمه. احنا مثل ما نشوفها يعني بتاريخ العباسيين، يراونا بتاريخ العباسيين انه الحكومه العباسيه الدوله العباسيه هي المجاهده، هي اللي اقامت الثوره وكذا، ويراونا الامام يعني ما له دور غير انه طالب بالعدل وانسم واستشهد او بس. مثل ما هسه جاي مهدون، يعني بعد فتره اللي ما ملحقين على داعش باكر عقبه، باكر عقبه مني يشوفون الحكومات جاي مجدون بداعش. وهذا السبب انا السبب ما اشوفه به، سبب شخصين يعني برايي. اول سبب، اول السبب الاول والاخير بالاهل، بالاهل ما تفضلت. والسبب الثاني المفروض رقابه على مواقع التواصل. صح سيدنا سيد. صح، مفروض رقابه تكون من الدوله على مواقع التواصل. يعني انا بشر كتل اهلي، اي بشر اذانه لعب بينا لعب، خلينا نقول وخصيصا خلينا نحددها هيك بالشيعة. اي صح، اذى الشيعة هاي نقوسها، اذاهم مثل ما اذى هواي ناس طوائفنا الاخرى، بس تحديدا الشيعة خصوصا الجنوب. مو بالضبط جنوب الفرات الاوسط. أي. اذاهم يعني يطلع لواحد والله تكرمون ما الفظ اسمه ابو عدي ما ادري منو، ابدا تشوف الظلم، شوف العاشو لك، بس يجوز اهله كانوا مستفادين من صدق. بالضبط هو. لذلك احنا لا ياخذنا الحوار زايد وياك محمد، القصيده اللي محضرها. تمام، تقول شنو هو الحلو بوقته خاطر يحمدون؟ حلو. شنو هو الحلو بوقته خاطر يحمدون؟ ترى نفس الاذيه وغلط ان تكثر. عفيه. من يرضع لروحه ببيته ويطبون ويباوع والده من ياخته وينجر. الله. وانت تريد تفزع بس تكضك ايد يمه تفن اثنين بيوم ما اقدر. الله الله يا رب. انت تريد تفزع بس تكضك ايد يمه تفن اثنين بيوم ما اقدر وتعاتبها شنو ذنبه واجول البيت تقول لك شيء لطم بالعاشر وطبر. الله تقول لك شيء لطم بالعاشر وطبر وتاخذ جثة ابوك من ايدهم للقاع. الله. بس مو جسد كامل دافنه موذر.
وترد البيت كم ما بيك حيل تقوم، بس مجبور توقف صرت أخ أكبر الله. وانت صغير بس شايل بظهرك بيت الله. وظهرك فطر جامة عوفة يتكسر الله, الله يسلمكم صغير. وانت صغير بس شايل بظهرك بيت وظهرك فطر جامة عوفة يتكسر وتظل بعازة القرصة بهذاك العوز وكل البشر مثلك حايط مفطر وما عندك أمل بس علي وما تزوره الله ما الله عندك الله أمل الله بس الله علي وما تزوره لأن بزيارته تعادلها قص منحر لأن بزيارته تعادلها قص منحر وترى الحرية كانت فقط من تموت يا خيرك بالبحر لو تنكتل بالبر الله سلامتك الله محمد الله يخليك الله الله يسلمك الله يسلمك سيد العزيز الله حبيبي سيد راس مولاي الله يسلمك الله يا سيد سيد أمير مولاي أنت من الناس وأقول لك يا مالاتنا مو حلوة إيه مالاتهم إيه أنت من الوادم لأهلهم وأنت مشيت على مسيرهم أنت من الناس الثبتت على منهج ما طلعت من شقة الغير خاف الحمد لله وشكرا هاي نعمة نحمد عليها الله سبحانه وتعالى نعمة كبيرة قلت لك أنت من الناس اللي ما انجفت الغير خط اللي ما أخذت غير مسار سيد اليوم نشوف الثابتين احنا على منهج نمشي بيه خلينا نقول صح أكو محاربة إيه واي ظهورك الإعلامي مهرجانك كل شيء بكل شيء يعني أنت على مبدأ السبب سيد خلينا نقيسه مع يعني لا يا ترى بيك او ابو المهرجان او ابو القناه او ابو البرنامج رايك سيدي ذا اللي حاربك شاعر خلينا نحددها ببسطنا خوش فانا هذا اعتبره مو شاعر اذا حاربك ليش انت ما راح تاخذ مكانه ليش لان كل من يظهر بداعه مو يعني انت اليوم هسه بداعك بمجالك انت مجالك. انت اهلك من زمان البيت سيسار الله يحفظهم إن شاء الله الحد هاي اللحظة ناس على خط واضح الحمد لله من عهد هدام لعنة الله عليه لليوم مو على خطه مبدأ واضح الحمد لله بس يا ترى الخط واضح ومبدأ معروف عن إنجازاتها نقول سيد أهلنا يقولون ومثل معروف هذا الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة هاي قاعدة ثابتة سيد تمام يعني ما شوف اللي حاربك او اللي يحكي بظهرك هو بندك ندك انت يا اخي انت روح انت روح للمبدا اللي تحكي بيه انا ليش دخل بي انا ما ماخذ مكانك ويناسك مثل ما انت ما راح تاخذ مكاني ويناسي مو هو يشوف يشوف مكانك الواصله انت تقدر تاثر على سيد مسلم سيدنا الغالي يشوف يشوف روحه عنده نقص يشوف روحه ما واصل الوصول اللي انت واصل خلي ربعك اللي وياهم انت خليه يفيدونك انت ليش ليش تاخذ؟ قولت قولت اهلنا هذا لا يريد يفيد ولا يستفيد ثلاث ماكو؟ كلش الحل يا اطياح شكرا سيد يا بعد روح بعد. سيد محمد عيوني انت نرجع ونقول لك ابن مدينه كبيره مدينه الامام علي سلام الله عليه سيد النفوذ هالفترة للشباب شوفه بدون وعي أي. رسالتك انت كسيد محمد شاعر شاب محمد الشرع شاعر تخبر رسالتك للناس الفاهمة الوضع غلط الناس الذمة الحشد وتمدح البعث لعنة الله عليهم هاي تحكيها بحرقي هي والله هي تأذي لأن شي ما ينوقع يعني أنا قيس ناس ضحت وطت روحها بناس كتلة أهلنا يعني اللي يصير حساب الدم بحساب المي مو؟ هيك شو توجه له رسالة اللي حكيها هيك؟ يعني إذا رد أرد عليها شعر جاوبه؟ إيه يقول سوى طلعنا الحشد إيه سوى طلعنا مثل رايات وبعاشور عفيه ولا سوى طلعنا مثل رايات وبعاشور وحلفنا نجيبهم بالشرط لازم الإيد او ما جملنا واحد رغم متفضلين بس شنسوا هاي اخلاقنا وتعويد الله طلق شاجور كل سامنا واحد طاح وصلنا المرحلة عدنا الحزن بالعيد يرمونا ونصيح انتم شن تسوون احنا ارقام من ننضرب والله نزيد الله عبرنا الجثث
عبرنا الجثث ونعبر الحكي الموزين يرمونا ونصيح انتم شنو تسوون ارقام احنا ارقام من ننضرب والله نزيد الله عبرنا الجثث ونعبر الحكي الموزين واد انفعل ما عشنا على هاش تريد وقت صار الطلق الطلق يشبه شمر شكليت لا غطينا راس ولا قعدنا بعيد الله. قرينا شقد شعر بس مو لسن بسلاح الله او صوت الوصل منهم اخ بس لا تعيد ما دنقنا موش بحضرة موجودين الله. ركبه ونص قعدنا وبيهم احنا نصيد الله. نكبر اعمارنا الخاطر نموت هناك نلعب بالهوية نغير التوليد او ما نغمض عيون هناك مو للنوم رحنا هناك خاطر شك حقوق الريد الله. وهاي سيد ومشهيد يعني. بيوم خطوبة ابنها صار التحاقه هاي اريدها منك بعد الفاصل السيد المخرج قاعد يأشر لي فاصل قصير وراجعيكم كونوا يعني. إذن سادة المشاهدين عدنا وإياكم بالبارت الثاني من التغطية الخاصة حول محاكمة الملعون هدام لعنة الله عليه. للتنويه هذا المكان أول مكان سقط به صنم صدام تمثال صدام لعنة الله عليه. هذا المكان من الأول المكانات اللي شاهدنا به سقوط الصنم، لذلك أبينا وأشعنا اليوم يكون مكان تصويرنا بهذا المكان. إذن أرجع وياكم ويضيوف الرائعين سيد أمير سيد محمد اليوم حلقة مع السادة وبعد ذاك بن هاشم بعد عدونا وكاظينا الله أكبر أبو هاشم سيدنا سيد أمير الله يسلمك سيد. اليوم أنا وياك والكادر وكنا أكو ناس لهم فضل بوجودنا صح لهم فضل حالياً خلينا نوصل رسالة للي قارنون زمن البعث لعنة الله عليه بزمن نهار خلينا نوصل رسالة بأن نقلهم التفكير غلط صح. الحشد ما يتقارن بهش ناس مقاتلين الحشد ما يتقارنون بزمن صدام لعنة الله عليه حشد مقدس الحشد حشد سيد علي السيستاني حشد صح. الحسين حشد المرجعية حشد أبو مهدي رحمة الله على روحه فسيد أريد أخذ منك شيء لأبطالنا اللي يستاهلون إيه خادم أحد أبطال الحشد إيه سيد يخاطب أحد الدواعش تمام يقول له لمن تنسحق يلا لسانك ترد قفل ينسحق راسك حلقك السد الله 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 لمن تنسحق يلا لسانك ترد قفل ينسحق راسك حلقك السد الله اذا عاقول ندك لا تظل وردك لساعة يشتك بحجاره الله الله ايش كثر دم وقع على القاع اي لكن دوم ما ونيت كفو او قابلت الرصاص الحار مريض وقابل اهل البيت الله الله ايش كثر دم وقع على القاع الله الله لكن دوم ما ونيت او قابلت الرصاص الحار مريض وقابل اهل البيت بصدره تلاقى ويا الماو درع ما لابس وذبيت درع وما لابس كل خوذه يكرهون نعم وهواي ضاجه ولان نتنفس الله هو تشفى ما موجود يكره شوفت المحن الله الله يكرهون نعم وهواي ضاجه ولان نتنفس هو تشفى ما موجود يكره شوفت المحبس ما نتونس بكل شيء لكن عرف شق نتونس الله الله او كل شيء لبواحد حطينه ونعم انقطع حتى اللي هو من الخوف بقى بس الرصاص يفوت هلا او حتى اللي بيقصر بالشوف على الساتر يجي الصوت الله الله انقطع حتى اللي هو من الخوف بقى بس الرصاص يفوت
وحتى البي قصر بالشوف عالساتر يجيس الصوت. أهل يا ليتنا مبينين ذولا رجعوا بتابوا. الله الله بيوم جسنا الصوت على الحد قاموا يحجون بناس. الله الله سيد سيد عيد لنا هاي الهوسه هاي اريدها. خادم انقطع حتى الهوى من الخوف. اسمع اي بقى بس الرصاص يفوت. نعم او حتى البي قصر بالشوف عالساتر يجيس الصوت. الله الله اهل يا ليتنا مبينين ذولا رجعوا بتابوت بيوم جسنا الصوت على الحد قاموا يحجون بلا صوت. الله الله سيد الله الله حجت فد وروحه الحاج شماله. الله يسلمك على قولت ابوك ملح مو اي ملح والله يستاهلون ابطال الحشد. لا بعد قلبك يستاهلون ابطال الحشد وهذا اقل ما نقدم لهم. اي بالله هذا اقل ما نساهم وياهم بوقفتنا بوجودنا. ناس ضحوا وتعبوا هواي قليل شن سولف بحقهم قليل. شكرا سيد يا مولاي مره ثانيه وثالثه هواي شكرك. بدي اروح لك ملح على قولت ابوك ملح خوش حكي. سيد امين سيد محمد عفوا سيدنا اريد ادك مره سامع قصه. اي مو قصة مال أم شهيد أمرأة الشهيد يعني. فأنا راح أحكي لك الأولى تمام وإذا زاد وعدنا وقت ناخذها الثانية إن شاء الله. إن شاء الله سيد هاي أم شهيد تمام مجاهد بالحشد الشعبي صادف بيوم التحاقه يوم الخطوبة بنفس اليوم بيوم الصعودة. أي. أي. يعني هم أهل المشية صاروا هالتشيع هيك أي فجابوا لأمي أمه تقول له حضنتك حضنتك والشبك مو مثلك مثقبي. الله 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 حضنتك والشبك مو مثلك مثقبي يا صدرك بي رصاص اكثر من الشاجور. الله حضنتك والشبك مو مثلك مثقبي. الله يا صدرك بي رصاص اكثر من الشاجور قالوا من وقع ظل يا حسيني صيح هل قد عايش براسك شهر عاشور. الله وانت معذب الكل شي الطلق والضيف ما يبرد براسك يفتر التنور الحلوة البيك من ميت اخدت وياك الزلمة الما كتل كتالة ما معذور. الله 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 الزلمة الما كتل كتالة ما معذور. شلون البيت الحلوة البيك من ميت اخذته وياك اخذته وياك الزلمة الما كتل كتالة ما معذور. الله بس يمه متت عرسك هناك يصير انا اول مره كنتها من الحور. الله اي انا اول مره كنتها من بس يمه متت عرسك هناك يصير لا انا اول مره كنتها من الحور بعدك امنيتك عندك اطفال ولا تقول له بعدك امنيتك عندك اطفال شاتال بالصوره اسمك ان شاء الله. الله يسلمكم بعدك امنيتك عندك اطفال شاتال بالصوره اسمك انشال يا الوجهك ابيض من الهلال ثوب امك اسود من الادلال. الله الله قالوا لبيتك. الله الله من البدايه اي من البدايه تقول بعدك امنيتك عندك اطفال شاتال بالصوره اسمك انشال الله الله يا الوجهك ابيض من الهلال ثوب امك اسود من الادلال. الله الله قالوا لبيتك وانا جيتك ما هو القبر محسوب بيتك. الله الله قالوا لبيتك وانا جيتك ما هو القبر محسوب بيتك نفس المشيعيك بمشيتك والهم شعر رأسا قريتك. الله الله وما طار قحد شعر موته ويلو. ميت ومن دغار خوته الله الله آذان وبرمضان صوته فن اللي يجب عقله ونخوته وسلامتكم. الله سنسي. الله يخليك سيدنا العزيز. الله يخليك شكرا لهذه الأطراف. الله يعزك مولاي. شكرا لهذا الإبداع. شكرا لخواطر النجبت هيك شباب. الله يسلمك. فدوى راحت لك سيد. أنا طماع بيك. أنا ورا هذا الشعر ننقرأ والله كلك شعر سيدنا العزيز. والله شاعر يجنن. شكرا لعلي الحكيمي لهاي الطاقة. شكرا للخواطر. أنا داخل بارت أسولف لهم بس خلنا نشكرهم من هسه. أخوتي الكبار يستاهلون. الله يسلمك يستاهلون. أنا سيد أبو هاشم أمون عليك. أنا خادم لا فدوى لعيونك
سيد اريد اسمع منك بعد. خاف اقرا للشهيد اول هوسه والنوب اقرا لابو مهدي المهندس. ابدا اسمع نعم. منك قال عد وقت اليوم قال احد اخوتي الشهداء يقول لاخو خوش يقول له يا اخي ما لي وجه بكفاك وحقك كان جرد مذبوح. الله الله يا اخي ما لي وجه بكفاك وحقك كان جرد مذبوب قمت اقعد بنص الدار ونوح عليك كل غروب. من قالوا لخيك طاح درحت الجلد موش الثوب تمشي براق الحايط تيلا ما هو انت وياه. الله 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 من البدايه يا خي يا خي ما لي وجه بكفاك وحقك كان جرد مذبوب قمت اقعد بنص الدار ونوح عليك كل غروب. من قالوا لخيك طاح درح تجلد موش الثوب تمشى براق الحايط تيلا ما هو انت وياه. الله الله ولابو مهدي المهندس الف رحمه على روحه. من مال الوطن راسا فزعت متون خوش نعم يا ابو لحيه وقلب متواردات بلون. الله 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 من مال الله الوطن راسا فزعت متون يا ابو لحيه وقلب متواردات بلون. خل البجايبتهم ذولا اللي يسبون بيك وما عدهم كل غيره. الله سيد الطفن عاد نفسه وفقده كذان. اي سيد حبيبو يا الحسين وانت وياني نهد بشيبتك لو صار ملقانا ونرد العايل بشيبه. يا ابو مهدي الحشد مشتاق خوش الك يا الفرقتك وحشه خوش او مو مايل ورد بشفاك ما يدموعنا الرشه. الله الله حداد ببيت كل شادو وتشيل الذبحه والغبشه وتشاليك تظل ببيته. الله الله حداد ببيت كل شادو تيلا ذبحة والغمشة والتانيك تظل ببيته بيتش عليك الطفل خوش والشيخ والمرجع هلا يا المعارك بوقت اللي يمشي ما يرجع. الله الله بيتش عليك الطفل والشيخ والمرجع يا المعارك بوقت اللي يمشي ما يرجع ما يرجع دخان بضباب مضيع اللي يطلع. الله الله دخان انت على الساتر قمت تسولف مو بلسانك بم وعريك. الله الله هلا هلا ابو بهاشم هاي الروح هاي الشباب هاي نسولف عليهم. العفو هاي نخلينا نموذج السيد سيد محمد سيد امير الروح الثاره جواكم. شكرا لهذه الروح شكرا للحسين شكرا للحسين الزرع بينا هاي البذره وشكرا لقادتنا المخلصين والمجاهدين اللي خلوا بينا هاي الروح. سيد شكرا لك وشكرا لروحك شكرا لك على الدعوه. الله يسلمك سيدنا تاج راسي اريد اخذ منك قصيده او مقطوعه لان ما بقت عند هذا البار دقيقتين للحشيد الحشيد قصة بلي عجبك رالك هو ليه الحشيد خلق رالك يلا يا نعم يا عدي عد دقيقتين هي. حتى لو مقطوعة هي مقطوعة صغيرة راح تكون نعم مقاتل بالحشد الشعبي خوش خطيبته تتوفى يعني خوش. أثناء جهاده فيرجع خوش. يروح للمقبرة القبر هيقل لها لو نرد هسه سوى لو قولي موت خوش ولو ميت روح بس عايش جسم خوش صاروا الوادم هوا وانا رماد طشروا روحي وبعد ما بي يلم. الله الله مثل خيط اسود وضاع بنص عباه هيك امشي بلا وعي عندش علم تيهت روحي بحيث ببيت اضيع وكاتب اسمي بكف خاف انسى الاسم روحي مكسوره مثل خاطر يتيم امه تنسب وانجبر ظل مبتسم. سلام الله الله, الله يخليك. شكرا الله سيد طبعا سادة المشاهدين حتى لا نطيل عليكم ونروح وياكم فاصل قليل وراجعي لكم كونوا ويانا. سادة المشاهدين عدنا وإياكم والبارت الأخير من الحلقة والتغطية الخاصة مع ضيوف الراعين من الديوانية سيد أمير الميالي ألفها مرة ثانية وثالثة الله يسلمك ومحمد الشرع من النجف تاج راسي حللت أهلا ونزلت سهلا اثنيناتكم إن شاء الله.
سيد هذا البارت اريد شوي نحكي بيه على الشعر مو الحق علي انا اي لحظه سيد انت من تم المنتدى اي هذا المنتدى جوزانا وياكو ثلث قليله من الوسط المخلص اللي طبينا بيه هذا المنتدى اريدك تسولف عليه قبل لا انا احكي بيه طبعا تحياتنا المنتدى اوزان الف تحيه المنتدى اوزان وتحياتنا للجنود اللي خلف الكواليس تحياتنا للخال الخال ابو زهراء جوا براو الف تحيه له هذا المنتدى اللي جمع الشعراء وشعراء القصيده وشعراء الهزوجه وشعراء الهزوجه ووحد صفوفهم الكل وزرع بينا حب الحشد وحب الحسين سلام الله على ابو عبد الله شكرا لمنتدى اوزان وشكرا للجنود اللي خلف الكواليس شكرا للخال يستاهل ابو زهراء يستاهل لان تعب وبذل وصراحه صح. صرف على مبدا وعلى قضيه وبدون يعني ما تحيز او بدون افضليه شخص وشخص توافقنا الراي صح. يعني فتح الباب للكل صح. الف تحيه وحب له الله يسلمك سيد محمد حبيبي ابو هاشم النجف اي انت تحديدا منتدى خواطر خواطر مو أي. هذا المنتدى خدم 95% من شعراء العراق سواء الشباب والرواد هسه اريدك تحكي علي انا اعرف شنو بس قبل لا تحكي الف تحيه حب واجلال لعلي الحشيمي وحسن الحشيمي هاي الناس تعبت على الشعر تعبت على النجف تعبوا خصيصا على شعراء النجف تعبوا على كل ما يخص شبابهم الف تحيه اجلال واكرام بالنسبه للمنتدى خواطر مثل ما تعرفون من صار الانقطاع بكورونا صح والعالم بدات تخاف واحد يسلم على الثاني صح خواطر سوى اماسي وتدعي شعراء ويجي جمهور يحضر صح انا اشهد لهم اي خواطر صارت بديك الفتره الابهر مال الشعر الشعبي صح رجعته صح صارت النافذة المهمة للشعر بالضبط. الشعبي يعني صارت اللي ندعب خواطر اليوم كأنما طالع بفضائية صراحة ايه. يعني ايه. وهاي شهادة ايه. وكل للكل هذا فدوة رحت لك وكل هذا ما اجى اعتباطا يعني اجى بالتخطيط يعني تحياتنا لحسن الحشيمي ألف تحية حب يعني عايف عرسه وملتهي بالمنتدى يعني تخيل مأجل عرسه على مود المنتدى انت مو راح تزوج باكر عقبال واو على المنتدى والله مأجل عرسه على مود المنتدى يعني احنا يوم الجمعه عندنا تكريم بجبله تمام كرمون المنتدى يوم السبت بالسماوه حسن جباري ونعم والله صدى الاحساس ونعم ويوم تحياتنا لحسن جباري تحياتنا لحسن جباري وللسماوه الشاعر الف تحيه للسماوه ويوم الاحد بالنجف الاشرف ونعم والله يعني هي هذا ما اجى يعني لا ما اجى اعتباطا ولا اجى تخطيط بدون تعب هذا التخطيط مو الفترة قصيرة سيد جهد يعني انا مواكب الولد يجوز على الله وحسن وذكرتهم ولا قبل شوي بالضبط تحياتنا من زمان من زمان يعني شغل دقه يشتغلون خاف يعني ننساهم تحياتنا الحسن الحشيمي مدير منتدى خواطر وابو ليث علي الحشيمي مدير الهيئه الاداريه والهيئه حسين ابو صقر ونصير الشمري الف تحيه حب واجلال الف تحيه الف تحيه لكل الاعضاء الف تحيه لكل من ساهم بنجاح يعني المنتدى والتخطيط بعده باق وان شاء الله راح تشوفون اشياء حلوه بعد يا محرم الله. تستاهلون كل الخير النجف تستاهل كل خير والامسيه الجايه يعني هاي الثلاثاء ورا يا الله. التكريم يا الله ان شاء الله تشوفون اشياء حلوه جديده ان شاء الله خير ان شاء الله ناخذ منك قصيده على اختيارك ناخذ وجداني يلا تقول بعد ما نرهم نضل دوم لا تجفن انت انا اجفي ومعاضد بعد انا وياك لك كفك واللي كفي اي بعد ما نرهم نضل دوم لا تجفن انت انا اجفي ومعاضد بعد انا وياك لك كفك واللي كفي من شفت الاحلام هواي وانا الواقع العشت كروت المسطر العمال ما تكفي الله الله ولك حبيتك لوحدك وانا حالف بعد ما احب وشفت بقلبك شقد ناس يشبه بيت المعذب الله الله وجيت ويهلي يم بابك ونيت وياي اجت تشوه وجب صف الخنتن وياه بس ما شفت شي يسوى اش كثر جايب ورد وياي بس عطر الفلوس اقوى امنيت وياك اعيش الحب مو امنيت اعيش ازمه آه. وهذا الهوى الزايد
مثلي هم مظلوم طلع محتاج لي شمه ولك محتاج لي شمه غلطت مركز بعينك ودخيل الله شنو من عيون وطبعك نفسه باق وياي شي غيرك اكل مسجون شي غيرك اكل مسجون اي تعال بكل مصالحني بسرعة اقنع سهل انا الما يطبق بوجهك عين تقنع يسد بيبانه العطرك مو بشي شيبات عطرك فوق قمصانه ودخيلك عوفني بحالي لا تظل تفتر علي ومثل القهوة بالفنجان عافيتي ترى شوية الله الله واريد عيوني ما تغمض النوم الروحي مو راحة وردتك مو علي وياي انا المنتحر بسلاحة وعرفتك ما تظل وياي نهاية قصتي ما تبدي عشت بغربة شو اصف لك اخر طلقة بالشاجور اظل وحدي الله الله شكرا الله شكرا سيد الله شكرا لهذا الاطراء الله يسلمك الله يخليك سيد امير ابو هاشم سيد مولاي سولفنا حكينا واخذنا الوقت وانا ما اريد اخذ الوقت وياك انا لمك اختلف عن السيد انا ادري ايش تريد تقرا فاقرا لا لمحمد سلام الله عليه سلام الله عليهم احنا خلنا نسولف لك سالفه بسيطه خوش احنا عندنا هيئه الزهراء سلام الله عليها تحياتنا لخدام هيئه الزهراء تحياتنا لهم الزهراء سلام الله على الزهراء فيوم من الايام عندنا مجلس خوش اجى زلمه وقف بالباب قال انتم تلطمون وتصيحون لكن ما ينسمع حسكم ليش بوي؟ فمن كملنا المجلس كتبت هوسه خوش قلت نصبنا خيمه الزهراء والشاهد مجالسنا خوش زين او كل الود حسنا يضيع ظلي صنه الحسن الله 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 نصبنا خيمه الزهراء والشاهد مجالسنا خوش او كل الود حسنا يضيع ظلي صنه الحسن الناس تدور على الصيت واحنا حسين تارس الله 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 الناس تدور على الصيت سيد من البدايه نصبنا خيمه الزهراء والشاهد مجالسنا او كل الود حسنا يضيع ظلي صنه الحسن الناس تدور على الصيت واحنا حسين تارسنا انصفنا الرايد يلطم من نثغب لاهل البيت الله 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 مدارس للحسين الواجب تسوون اي أيوة والله او مو رفعت علم رفعت خلاص ركون الله مدارس للحسين الواجب تسوون مو رفعت علم مو رفعت علم رفعت خلاص ركون واقف فوقنا نقطع لحرف النون ويقل الباقة محبس كام كان اشلون الله واقف فوقنا نقطع لحرف النون ويقل الباقة محبس كام كان اشلون حسين يقل الباقة المحبس قص الخنصر وخذ وياه الله 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 وللامام الحسن سلام الله عليه الله الحسن كريم او من يصب بتم من يحط لير او رد مستغني لي طبيته يستعطي كريم ومن يصب بتم من يحط لير او رد مستغني لي طبيته يستعطي ينسى جفوفه بجيوب الحسن مرات من قد ما يطلع من هنا ويطلع الله الله ينسى جفوفه بجيوب الحسن مرات من قد ما يطلع من هنا ويطي واذا عني الشجاعه الجند من الخوف لقومي يترعبوا بشيله متغطي واذا ضيفه بطه ما يقعد ويرتاح الأم ترتاح من ابنيها ما يبطي الله الله يأشر على الحمامة وتجي من العشلي يقلها على الصحن مو على الشجر حطي الله الله يأشر على الحمامة وتجي من العش لي يقلها على الصحن مو على الشجر حطي بكثر ما صرفا نردان الحسن للضيف نقلب اللون دي من أبيض الحنطي الله بكثر الله الله ما صرفا نردان الحسن للضيف انقلب اللون دي من ابيض الحنط بكثر ما شبعتها الوادم من الهاك ها بوقتك ماك واحد باق لو يسطي اي والله لبست الصفر لون اسود من النار
او قلت للدله قومي بقهوتك بسطي الله. بس موش بثمن، عندنا الثمن مرفوضه البيت النبي تعودنا بس نطي. الله الله لبست الله الصفر الله لون اسود من النار. ونعم او قلت للدله قومي بقهوتك بسطي بس موش بثمن، عندنا الثمن مرفوضة أهل بيت النبي تعلمنا بس نطي. وحك صيني تكل أيوة ما فرغت من الزاد. الله بكيت من كتبت لك سيد بخطي، ديوانة رزق والناس ويطرت الفجر تطرش. خوش ديوانة رزق والناس ووقت الفجر تطرش. خوش الحسن يغبش لما القضيف مثل ان الشغل يغبش. الله 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 المضيفة للحمامة تشوف مكان وبان بيد العش. الله الله انت الما تلحق سفرة تبدل من قد ما طبك خطاها. الله 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 سيد اجت وابدعت ابو هاشم. شكرا لك الله يسلمك سيد. محمد عيوني انت يا سنة تقريب كتاب الشعر سيد؟ كتبت 2019. 2019 ونعم على هذا الابداع والله عمي تخبل فدوة راحت لك. شاعر جنن فدوة راحت لك. شفت يعني اختديت لك بقدوة، خليت لك خط مسار، او مثلا انت لا والله تقول انا وحدي سيد قدوتي القصيدة. القصيدة الناجحة، الكل قصيدة ناجحة، كل قصيدة ناجحة هي قدوة. بس احنا نقول بس يعني واذا اريد قدوة كاشخاص فاني متخذ حسن الحكيمي وعلي الحكيمي. كل الحب والاجلال لهم يعني جاي أسير على المسار اللي يسيرون، هم يخلوا لي النقاط على الحروف بالشعر الشعبي. يستاهلون والله يستاهلون. أبو ليث وحسن، أبو ليث وحسن هذول ناس أصحاب فضل هواي على هواي شباب النجف. كل شهواي أي خوي سيد هو أنا يعني مجاراة سيد أمير. أكو رسامة تمام خوش حكي جاي ترسم المخيم الحسيني. سلام فاحترق المرسم مالتها فنست روحها، رادت تطفي اللوحة لأن بها الخيام. اي فاخذوها للمستشفى فمن قعدت بوعليديها محروقه تقول اريد احكي لكم عصار انا صغيره مواليدي. كنت ارسم خيم لحسين خفت النار تاكلهن قمت طفيتهن بيدي. اريد احكي لكم عصار انا صغيره مواليدي. الله كنت ارسم خيم لحسين خفت النار تاكلهن قمت طفيتهن بيدي. وبعد ما اعرف ايش بي انا بنيه واريد افزع اصيح جيبوا عبد الله اريد من الرسم يطلع. الله اريد من الرسم يطلع الله. وكل صاير شويه بس شفوفه الاحترقن الله يساعد النسوان بالخيمة جمر شهقن. الله 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 شكرا سيد. شكرا لهذا الإبداع، شكرا لهذا الإطراء الرائع. شكرا جزيلا. الله يسلمك سيد. سيد أنا عد وقت قليل بقى وياك. عفوا سيد أنا أريد أطلبه من السيد. أي أنا تطلب أنا راح أطلبه يمكن. الهوسة خاطئ اللي بيها الرباط طلع لك خاطئ وراها يطلب السيد براحته. هي هسه احتمال تطلع نفسها مو؟ اي سيدنا عندما دخلت السيدة زينب وذا سلسلة تاخذ راحتك خاد. عندما دخلت السيدة زينب إلى قصر يزيد فقال من هذه الأمرأة؟ فأجابت قالت ليل تنشد علينا ويرجقول منيا حنا بحائط احنا وكلش مبينين. الله 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 يل تنشد علينا ويرجقول منيا حنا بحائط احنا وكلش مبينين. غترتنا ابو فاضل والعقال حسين انت ولا احد يوصل بيتك واحنا يسمون اهل البيت. الله الله وزلمه طب للامام العباس. سلام الله على ابو الفضل. انت عندك علم من تطلع من الشباك مال الامام العباس ارقفاك لشباكه. صحيح. فالزلمه لقيته يرد بالعكس. خوش. ردت اقول له ليش؟ فجاوبني لسان حاله. لسان حاله يقول من ردا بالعكس بالك تقول لي شلون فشل من نط ظهر الزلمه وفم عرون. الله الله. ام نردا بالعكس بالك تقل لي شلون فشل من نط ظهر الزلمه وفم عرون. الله الله استحي من عينك يا شايل اثنين عيون. الله استحي من عينك يا شايل اثنين عيون. الله يشهد من يعمل شكليتك مر بالعقل. الله الله سيد الله الله يسلمك. استمر سيد.
سيدة زينب تخاطب الإمام الحسين سلام الله، تقول حشاك من النقص خوش. عندك نقص خنصر الله الله، وصبعك قصروا يا الماضن مقصر الله الله، ساكت والحوافر ضاله تكسر انت البضل وعقم تتوزع حاكم بثواب العباس الله الله، حشاك من النقص عندك نقص خنصر وصبعك قصروا يا الماضن مقصر، ساكت والحوافر ضاله تكسر انت البضل وعقم تتوزع حاكم بثواب العباس تقول ارد هواي ارد هواي صوب حسين اقول البرك لن يقعد اني مضيع له شي بمكان على نفس المكان يرد الله الله، مو بس الضلوع الخيل داست حتى على الموعد الله، مو بس الضلوع الخيل داست حتى على الموعد، الخيل تروح وترجع سحقت حتى خيال حسين الله الله، تقول له ما اقدر بعد يا حسين اخيتك جاية تكلفك وحق الخنصر ما بات يوم العاشر بشفك الله الله، غدا الطف سكته من ذبحوك ما ينسمع بس نسفك، الدم خلانا توهم معبر ما عايل لحسين الله الله، الما عنده بزر والهمه ما ينشال يجي يطب الضريحك يرد بحسن حال الله الله، عز مو فشله يمك دمعه الرجال احنا بشباتك نلقى مدافع كي تقضيها بساعه الله الله، سيد انا الوقت بقيد اهمنا، اريد منك 4-5 شعراء مهاوية على اختيارك، ايش حافظ لهم وقرانهم واطرح اساميهم ان شاء الله تكون لهم فرصه. 4 شعراء من خارج الديوانية 4-5 ايش حافظ لهم وقرانهم حتى لو على كل من هوسه هوسه. رعد المياحي ونعم من البصره ونعم، يقول لا مية هلا ولا مرحبا يقولون جوار اليم خصمنا شا خصمنا شلون الله الله، لا مية هلا او لا مرحبا يقولون جوار اليم خصمنا شا خصمنا شلون، لا عون الثبت من نهد لا فرعون احنا من نهد ما يثبت لا عون وفرعون الله الله، علي تحسين المياحي منين؟ من البصرة ونعم، انا شوية عنصر للبصرة ونعم، ولايتك لا تنساها ولايتي والله، ولايتي الثانية ولايتي الديوانية هم راجع لها ايه، فيقول علي تحسين المياحي بنواة القاح صار فطور من بين مشهد عزمك هلا بجنح جعفر ارجعك تفوت حتى يخف ثقل جدمك هاي كيمي، انخطف لون الشمس والضي تشتت من بزغ رسمك، الضي بالكون تشتت خايف من عين العباس. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت.